بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا زوجة رسول الله سيد المرسلين. السلام عليك يا زوجة نبي الله خاتم النبيين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك يا أم الأئمة الطاهرين. السلام عليك يا أم المؤمنين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا خالصة المخلصات. السلام عليك يا سيدة الحرم والبطحاء. السلام عليك يا أول من صدق برسول الله من النساء. السلام عليك يا من وفات بالعبودية حق الوفاء وأسلمت نفسها وأنفقت أموالها لسيد الأنبياء. السلام عليك يا قرينة حبيب إله السماء المزوجة بخالصة الأصفياء. السلام عليك يا ابنة إبراهيم الخليل. السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغ إليها السلام من الله الجليل. السلام عليك يا حافظة دين الله. السلام عليك يا ناصرة رسول الله. السلام عليك يا من تولى دفنها رسول الله واستودعها إلى رحمة الله. أشهد أنك حبيبة الله وخيرتي أمتي وأن الله جعلك في مستقر رحمته في قصر من الياقوت والعقيان في أعلى منازل الجنان.
صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا زوجة السيد المرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من سلم علي جبرائيل وبلغها السلام من الله الجليل، فهنيئا لك بما أولاك الله من فضل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.